الموزة دي بتاعت الواد عسلية. لا، مكتوب عليها الواد زمارة ما كلهاش. ودي البنت أفراح اللي ناقص التفاح نزل عليه زي المفاجيع. المتاكلة دي ده أكل عسلية من مصيف يا حبيبي. يا اختي على المصاريف، احيه يما احيه. الفاكهه ما بقتش تقعد شهرين على بعض. استغفر الله العظيم يا رب. الحقينا يما، الحقينا يما. ايه؟ معلش يما، ادينا فرصة تانية. ايوه اطلع وقولها تاني. الحقينا يما، الحقينا. الحقينا يا اما، الحقينا. عم ظريف يا اما، عم ظريف بيعمل عملية في المستشفى، غيروا له الكبدة بتاعته. ما تأثرش خالص، مفيش أي مشاعر. عارفة يا طنط، أبويا مات. أبويا إيه المناظر دي؟ إيه مناظر الزبالة دي؟ يعني إيه؟ ياما عايزين زكاتك، عايزين صدقة جارية. الراجل بيموت في المستشفى ومحتاج 2000 جنيه. 2200 في صورة المستشفى بالظبط. بجد؟ في المستشفى. مستشفى إيه؟ مستشفى إيه؟ مستشفى الهنجر ياما. إيه يا روح أمك؟ إيه مفيش حاجة كده؟ مستشفى ايه؟ تخيل ياما، ملطوش يقولون اسم المستشفى ياما، الراجل بيموت. بس يا اوفر. ليه ياما؟ بس يا اوفر، كان يوم اسود يوم ما خلفت واحد زيك. ليه ياما؟ غبي واغبى منه. شكرا. يلا يا ولاد النبي. ياما ادينا حاجة من اللي انت لابساها دي ياما. كمان؟ موتي بيهم ياما. حرام عليك. امشوا امشوا. زمارة، تعالى زمارة. امشوا. يا نصابين يا نور. سمير سعيد السكري الشهير بخربوش. ثلاث قضايا نشل في تانية ابتدائي. حصل يا بنت. ست قضايا تحرش في تانية اعدادي. حصل. رفض في الترم التاني في تانية اعدادي. ما حصلش يا مات، ما حصلش. انا نطيت من على السور وما رجعتش، يعني ما قدمتش استقالتي. 84 سبقة سرقة بالإكراه برأك منهم المحامي المحترم عمرو سلمي. على راسي يا عمرو بيه. فاضلك جناية واحدة من دول وينطبق عليك كل بنود قانون العقوبات المصري طالما تحمل الجنسية المصرية. تحيا مصر. ممكن بقى تفلت من الجناية 84 دي لو انت لا تحمل الجنسية المصرية، تحمل مثلا الجنسية الأمريكية، البرازيلية، المكسيكية. حلوة المكسيكية دي يا بت. بقولك يا بت، ما تيجي معايا كده سكة ودغري وتقولي انت عايز ايه بالظبط. سكة ودغري كده. العيال ولاد امبابا دول ظهر لهم اخ مكسيكي. عادي. قديمة قديمة. الاخ المكسيكي ده كان مقرش وهيرفعهم السما بفلوسه. برضه قديمة يا بت. قديمة برضه. الجديدة بقى إن الأخ ده حب يضرب جولة كده في وسط البلد، دخل ضرب طبقين كشري، شوية تقلية، واخد كمالة، شوية ورد، جاله دور إسهال، قفلت معاه، ركب الطيارة وفلق على المكسيك. السؤال هنا يا متر، أين موقع خربوش في هذه الحكاية؟ سأقول لك، اسمع يا سمير. One Mexico. هي واحد بالمكسيكي؟ واحد مكسيكو هي وان مكسيكو، وهي بالمناسبة تساوي اتنين مكسيكو، لأن لو واحد مكسيكو بيحب أخوه مكسيكو كأن هما بقوا واحد بس. بس خلاص يا عم اتفضل. وان تو تقرب لثري فور مكسيكو؟ هي وان مكسيكو وتو مكسيكو من نفس العيلة، هما بيساووا واحد ريال مكسيكو.
الريال ده ممكن يشتري حاجات كتير جدا جدا وانت في السوق الحرة المكسيكو. الله الله استعمر الله الله استعمر الله الله. اول حاجة هنعملها في المكسيكو ان احنا ننزل من الطيارة ندور على مواصلة للجيزة في المكسيكو. واحنا رايحين المكسيكو مش المفروض هو اللي جاي لنا؟ ما احنا لازم نجيبه من هناك علشان يبقى ضمنيكو انه ما يهربيش ايكو. بليز مستر عمرو، ممكن دبليو ان سي؟ اقعد اتفضل يا حبيبي. استاذ عمرو، ممكن عسلية يخش الحمام؟ اقعد يا ابني، مالك انتوا عندكم اسهال ولا ايه؟ ما مش هينفع قاعدين متوترين وهو عايز يخش الحمام. مفيش توتر ولا حاجه، الدرس لطيف جدا. طب وعن مكسيكو؟ اوبا عن مكسيكو، مكسيكو 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 مكسيكو. لو سمحت يا استاذ عمرو. اتفضل يا استاذ عمر، انا اسف. انا ما عنديش مشكله في كل الكلام ده، هو مش شاغلني خالص. انا اللي شاغلني دلوقتي الالمونيا. المفروض دلوقتي لو دي ثروه الواد اخويا المكسيكي، يبقى انا دلوقتي نصيبي هيبقى الدايره دي، ونصيب الواد عسلية هيبقى الدايرة دي. أظن مرة خمام، مش معنى حتة صغيرة. يا ابني أنت مش فاهم، هناك الريال السعودي المكسيكي بتبقى عملة صغيرة، يعني أنت نصيبك كده أكتر. ظلمتك أخويا، معلش أنا آسف. المهم يا عم، دلوقتي عشان نستولى على الثروة دي المفروض نعمل إيه؟ بعد ما استهبلت أخوك، المفروض دلوقتي يا حبيبي إنك ما تفتحش بقك خالص، لأن أنت لو ما اعترفتش إن هو أخوك مش هتاخد ولا ريال. انا مش هعترف، لو ضربوني بالجزمة مش هعترف يا عم. وانا والله العظيم والله العظيم ما هعترف. بس ما تعيطش، مش هنعترف يا عم. يا غبي انت، هو من مصلحتكم لازم كل الورق يقول ان الراجل ده اخوكم من الام عشان تاخدوا منه اي حاجه. انا كنت اعرف بنت مكسيكيه صاحبتي كانت على طول تقول لي كومستاي روزيتو كومستاي روزيتو. تعالى تعالى تعالى، بطل استهبال. كومستاتو ايه؟ اقعد 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 اقعد. اتفضل يا عسليه. صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلي. عليه الصلاة والسلام. أنا قريت للشاعر الكاتب القارئ هو يعني في الأصل ألماني، ألماني زغلافي من أصل يعني من رود الفرع. عنده أصل يعني. قال إيه بقى الشاعر؟ بص إيه؟ بص الجمال. أيوه. قال إيه بقى؟ يو كاب أسان تبريس يو رياض. كاب أني سيربسريت يو أبي. كار بس يو يابي 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 يابي. إن كل كلامك ده مظبوط. برافو يا عسلية، انت عرفت الحاجات دي منين؟ انا بقرا كتير، بقرا كتير، بقرا فعلا. اقعد يا متخلف، تعالى هنا تعالى هنا اتفضل. ممكن اقعد هنا عشان نظري ضعيف؟ لا خليك مكانك. حاضر. نركز بقى، هما خمس حاجات لازم نعرفهم ونحفظهم قبل ما نروح المكسيك. حاضر. من اول ما نركب الطيارة لحد ما ننزل هناك، مفهوم؟ مفهوم مفهوم. بيفو اور تشيكنو. بيسو اور تشيكنو، يعني ما باكلش اي خضار مسلوق. ليه؟ طب ما انا باكله عادي. قول كده للمضيف عشان تفهم انك واد ضيف. ماشي ماشي. تاني حاجه، تاكسي فور جيزا. تاكسي فور جيزا، يعني عايز اروح نيو مكسيكو اللي هي العاصمه نفسها، الفسجل المدني. ماشي. مفهوم؟ مفهوم. تاكسي فور مكسيكو. تاكسي فور مكسيكو. تمام. تالت حاجة، أخويا جونزاليس روماريو. أخويا جونزاليس روماريو، يعني أخويا لو ما ظهرش هولع في أم المكسيك. مش عايزين مشاكل يا عم. بجد؟ أيوة. أنا قلت نهدهم شوية. خلاص تمام، بلاش دي. بلاش دي. جوميزو سيلينا الحسنى، يعني هنمشي كل حاجة بالحسنى. الله. سيلينا جوميزو لحسنى. سيلينا لحينا لحسنى. سيلينا جوميزو لحسنى. اوبا. سيلينا جوميزو لحسنى. سيلينا جوميزو لحسنى.